المطلوب هنا هو أن نحدد هذه القيم على خط الأعداد، وكما نرى جميع هذه الأعداد تحتوي على علامة القيمة المطلقة. لنراجع قليلا ما هي القيمة المطلقة. إذن ما هي القيمة المطلقة؟ الطريقة التي أفكر بها أو هناك طريقتين للتفكير بهذا. الطريقة الأولى، لأي مدى يبتعد عدد ما عن الصفر؟ سأحدد العدد ناقص 3 هنا، سأرسم خط الأعداد. خط الأعداد هذا لا يمثل الحل للسؤال الأساسي، بل سأضع هذه القيم على خط الأعداد مبدئيا لأحدد العدد الموجودة داخل إشارة القيمة المطلقة، وبعد ذلك سأخذ القيم المطلقة لها ونحددها كما طلب منا في السؤال. فعلى خط الأعداد إذا كانت قيمة الصفر هنا وتحركنا باتجاه السالب فنتحرك إلى يسار الصفر، إذن هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 تكون هنا، هذا هو موقع ناقص 3 على خط الأعداد هنا. القيمة المطلقة لناقص 3 تعني باختصار ما هي المسافة التي نبتعدها عن الصفر، كم تبعد ناقص 3 عن الصفر. إذا نعد 1 2 3 تبعد عن الصفر، إذا نقول أن القيمة المطلقة لناقص 3 يساوي 3. فبهذه الطريقة يمكن أن نفهم القيمة المطلقة، ما هو البعد بين القيمة والصفر. الطريقة الأسهل لحساب القيمة المطلقة إذا كنت لا تهتم كثيرا لأمن الإشارة، إذا كانت سالبة أو موجبة فالقيمة المطلقة دائما تكون موجبة، إذا القيمة المطلقة لناقص 3 هو 3، أو القيمة المطلقة لـ3 هي 3 أيضا، فدائما سنحصل على القيمة الموجبة من العدد نفسه. لكن الفكرة، ما هو البعد عن الصفر أو قيمة البعد عن الصفر؟ فهذه القيمة الأولى على خط الأعداد، جميع هذه القيم ستكون قيم مطلقة، فبالتالي جميع هذه القيم تكون موجبة، أي أنها ستكون أكبر من الصفر. إذن سأرسم خط الأعداد، يمكن أن أرسم خط أعداد أفضل من هذا لنرى. الخط أصبح أكثر استقامة. إذن هذا هو الصفر، وهنا ناقص 1، ثم لدينا 1 2 3 4 5 6 7، هذا الخط سيؤدي الغرض. هذه القيمة الأولى، سأستخدم هنا اللون الأحمر. كما رأينا قبل قليل أن القيمة المطلقة لناقص 3 يساوي 3، إذن سأحددها على خط الأعداد هنا، ومن ثم القيمة التالية وهي القيمة المطلقة لـ7 ماذا تساوي؟ إذا نظرنا هنا 1 2 3 4 5 6 7، كم تبعد 7 عن الصفر؟ تبعد 7 وحدات عن الصفر، إذا هي نفس الشيء، إذا القيمة المطلقة لـ7 تساوي 7. يمكننا ملاحظة النمط هنا، إذا كانت سالبة تصبح موجبة، وإذا كانت القيمة موجبة فتساوي نفسها. لتحديد هذه القيمة سأحددها هنا، والقيمة المطلقة للـ7 تساوي 7، القيمة المطلقة لناقص 3 يساوي 3، وسأحدد قيمة الصفر بشكل أفضل حتى نرى القيم مقارنة بالصفر. إذن الآن لدينا القيمة المطلقة لـ8 ناقص 12، والقيمة المطلقة لـ8 ناقص 12 سنجد ناتج 8 ناقص 12 أولا، إذا طرحنا 12 من 8 يكون الناتج ناقص 4، وإذن 8 ناقص 12 يساوي ناقص 4، ويمكن أن نقوم بالحساب على خط الأعداد إذا لم نتذكر طريقة الحساب. يمكننا أن نعرف أنه إذا أخذنا 8 من 8 سنحصل على 0،
وإذا نقصنا واحد ستصبح ناقص واحد، ثم ناقص اثنان، ثم ناقص ثلاثة، وهكذا حتى نصل إلى ناقص أربعة. بالتالي هذه القيمة تساوي القيمة المطلقة لناقص أربعة. إذا أردنا تحديد ناقص أربعة على خط الأعداد، نتحرك من واحد اثنان ثلاثة إلى ناقص أربعة هنا. أما في حالة القيمة المطلقة فنقول كم يبعد العدد ناقص أربعة عن الصفر؟ الجواب تبعد أربع وحدات عن الصفر، أي واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذن الناتج موجب أربعة، سنحددها هنا. خط الأعداد هنا هو جوابنا على ما المطلوب بالسؤال. إذن القيمة المطلقة لثمانية ناقص اثنى عشر، أي ناقص أربعة، يساوي أربعة. والآن ما القيمة المطلقة للصفر؟ حسناً، كم يبعد الصفر عن الصفر؟ يبعد الصفر عن الصفر صفر. إذن القيمة المطلقة للصفر هي صفر، فنحددها هنا. بقي قيمة واحدة، واستخدمت الألوان هنا لأميز القيم. القيمة المطلقة لسبعة ناقص اثنان، القيمة المطلقة لسبعة ناقص اثنان. حسناً، سبعة ناقص اثنان يساوي خمسة، وهذا يعادل القيمة المطلقة لخمسة. كم تبعد خمسة عن الصفر؟ تبعد خمس وحدات. الجواب يبدو سهلاً للغاية، مما يمكن أن يحيرنا إذا أردت تحديد خمسة على خط الأعداد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، فهي تبعد عن صفر بمقدار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس وحدات. إذن القيمة المطلقة خمسة تساوي خمسة، فنحددها بهذه الطريقة. الفكرة هنا هي ما بدا بعد القيمة عن صفر. وإذا حاولنا تبسيط الفكرة، فإذا كان لدينا عدد سالب سيتحول إلى الصورة الموجبة، ولو كان العدد موجب فالقيمة المطلقة تساوي العدد نفسه.